إليك يقول السائل: ما المراد بقول ابن الأثير القدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء؟ قبل هذا تتميما للسؤال السابق، إن الفرق بين صحف الملائكة في اللوح المحفوظ أن الحساب يكون على ما صدر في صحف الملائكة ليس على ما في اللوح المحفوظ، وإن كان هو مطابق، لكن الله عز وجل لا يحاسبهم يوم القيامة على ما يعلم أنه سيكون، وإنما يحاسبهم على ما علم أنه كان، وهذا هو الذي سطرته الملائكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول ابن الأثير القدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء؟ نعم، القدر بمنزلة الأساس، لأن القضاء هو متفرع عن القدر، فالله عز وجل علم وكتب وقدر، ثم بعد ذلك شاء أن يخلق ما قدر، فالمشيئة والقضاء هي متفرعة عن التقدير، فالقدر هو الأساس، والقضاء هو بمنزلة البناء وإتمام البناء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح التعبير بأن كل ما للعباد من حظوظ دنيوية فهي على قدر الله ومشيئته، وأما حظوظ العباد الأخروية الدينية كالهداية والأعمال الصالحة وحظه من النار والجنة فهي على حسب علم الله الأزلي؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يصح التعبير بأن كل ما للعباد من حظوظ دنيوية فهي على حسب قدر الله ومشيئته، وأما الحظوظ للعباد الأخروية الدينية كالهداية والأعمال الصالحة وحظه من النار والجنة فهي على حسب علم الله الأزلي؟ بل بالمشيئة، هذا قول المعتزلة، أنهم يقولون، ذكرنا أن الطائفة الأولى كانوا ينكرون العلم، المعتزلة أقروا بالعلم أن الله يعلم أعمال العباد، ولكن يقولون أنه لا يشاء، فلماذا نشمئز من أن نقول هي بمشيئة الله؟ كلها بمشيئة الله، يعني ما يفعلون في الدنيا وما يفعلون في الآخرة كلها بمشيئة الله، والعباد هم الفاعلون، والله عز وجل هو الميسر لهم، وهو الذي خلق أفعاله من القيم.